ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ احنا النهارده تاني يوم في السنه وبما ان السنه الجديده دخلت، فانا قررت ان انا لازم اوضب البيت علشان بجد بجد حالته تصعب على اي حد والله. فانا قلت اوضب. انا خلصت الكلاس وبعد كده رحت لقطه، ما اعرفش مصورتش ليه، بس يعني انا جبت حاجه عشان اطبخها بس. هبتدي بقى اوضب الاول وبعد كده هطبخ حاجه، وبعد كده محتاجه اذاكر عشان الامتحان بتاعي نهايه الاسبوع ده. فانا محتاجه ان انا احضر له، وانا ما ذاكرتش اي حاجه خالص من ساعه ما ابتدينا الترم ده، ما اعرفش ليه بس يعني ما ذاكرتش اي حاجه خالص، فمحتاجه بقى اذاكر. فغالبا يعني هطبخ حاجه واكل وبعد كده هنزل اذاكر في كافيه، عشان انا مش بعرف اذاكر هنا، بقعد اعمل حاجات تانية مش بركز في المذاكره. بص المنظر عامل ازاي. وفي دفاعي عن نفسي ان انا كنت مشغوله اليومين اللي فاتوا دول. بس يعني ده بس جزء واحد. هو انا المشكله العويصه الهدوم زي ما انتم شايفين، يعني دول انا لسه حطهم دلوقتي فدول ما يتحسبوش، فهو السرير فاضي تمام، بس محتاج بس يتوضب السرير. والمطبخ انا كده كده بيجيلي مشاكل نفسيه لو ما توضبش، فانا نظفته امبارح عشان ما بقدرش استحمله مش نظيف، بس الأرض عايزة الكنس. تنظيف البيت والتخلص من الكراكيب بجد بيخلي الطاقة الإيجابية تدخل في البيت. يعني ممكن أساسا ما يكونش في سبب لاكتئابكم غير إن الأوضة محتاجة تتوضب، أو إن الشقة فيها كراكيب كتير، أو إن الحاجات اللي انتوا بتشوفوها قدامكم معظم الوقت مش مرتبة مش منظمة، عشان الحاجات دي بتطلع طاقة سلبية بتأثر عليكم وانتوا مش واخدين بالكم. بصوا بجد. فده اللي انا قررت اعمله مع بداية السنة، ان انا انضف الشقة علشان الطاقة الايجابية بس هي اللي تدخل، واخرج كل الطاقة السلبية. نبتدي على نظافة كده. انا قررت ان انا ابتدي اطبخ دلوقتي علشان لحد ما الشوربة تستوي اكون انا خلصت الحاجات التانية اللي انا عايز اعملها في تنظيف الشقة يعني. بس كان عندي بقية فراخ في الحلة اللي انا عايزة اطبخ فيها، وما عنديش كوفر احطه، فاخدت كيس من الكيس ديت وقصتها وبلزقها دلوقتي. يعني انا كان اسهل لي ان انا اروح اشتري، بس يعني ايه الدنيا بقى لما تيجي عليا. بس الواحد لازم يجرب نفسه، يعني انا مش مشكلتي في انا مش عارفه اجيب من اول اللزق. يا ربي. انا قررت ان انا هغير نظام اليوم، يعني انا مش هطبخ دلوقتي، انا اسمه ايه ده هاكل حاجه خفيفه وبعد كده هنزل اخلص الحاجات اللي انا المفروض اخلصها وبعد كده هرجع اطبخ لو اتبقى وقت. فانا بقى قررت مع السنه الجديده باذن الله ان انا لازم اغير الاولويات. يعني انا ما ينفعش مثلا انا يبقى عندي امتحان اخر الاسبوع وادي اولويه للطبخ مثلا، ما ينفعش صح؟ بس لان انا في العادي اساسا ما بديش الاولويه للطبخ لو انا رايحه اعمل حاجه تانية، لو انا مثلا مش رايحه اذاكر او كده، لو انا رايحه اتبسط. بعمل ايه؟ بروح مطنشه حوار الاكل دوت، اقول ايه اكل حاجه من بره وخلاص او حاجه سريعه وكده، عشان الوقت الحلو اقضي وقت بره اكتر او اقضي وقت حلو اكتر يعني. وبعد كده الاكل دوت انا ممكن اطبخه في اي يوم تاني وبتاع. بس فلازم بقى يعني مع السنه الجديده باذن الله لازم اغير فكره ان انا ايه الاولويات بتاعتي، او لازم ابقى مدركه ايه الاولويات بتاعتي، فلازم احط ايه الاولويات. حد تاني مثلا بالنسبه له الاكل هو الاولويه الاهم، علشان مثلا انا عايز صحتي تتحسن او كده. بس فانا في اغلبيه الوقت انا بحب ان انا اختار اكلي بعنايه، انا مش باكل اي حاجه. لكن مش ما حبكتش ساعه المذاكره يعني اعمل طبخه هتاخد مني بتاع ساعه وشويه صح؟ وبعدين انا ببقى برودكتيف اكتر والشمس طالعه، يعني انا لما بروح كافيه والدنيا ضلمه كده بحس ان انا خلاص اليوم خلص. فانا قلت يعني استغل الوقت والشمس طالعه لسه، وبعد كده ارجع بقى اعمل اي حاجه لو انا خلاص خلصت اللي انا المفروض اعمله. احطها بقى في كيس كمان عشان بتاع دي ريحتها قويه قوي، ريحتها بصل قويه قوي، فانا وصلصه وكده. فهي دي فراخ شوربه فراخ على الطريقه الكوري، دي انا شارياها جاهزه مش انا اللي عاملاها.
انا كنت جبتها امبارح عشان ما كنتش قادره اطبخ بس، وبعد كده بقى اتبقى منها الحبه دول فكنت حطاها في الحله. بس دي بقى الطريقه التانيه. انا دايما عندي دولت للمشاكل اللي بتحصل زي كده. ده رز كده بشوربه، والكالوريز بتاعته قليله قوي، 150 كالوري بس، فهو دوت هحطه في الميكرويف بس وبيخلص. ممكن اسلق بيضتين او حاجه، وكان عندي بواقي سلطه كنت عاملاها، فممكن اكل برضو بواقي السلطه دي. انا عندي حاجات راندوم كتير قوي في الثلاجه يعني ملهاش علاقه ببعض، فهشوف يعني. بس انا غيرت الخطه تاني، بس دي اخر مره صدقوني. بس دي حياتي بجد يعني. انا امبارح كنت رحت اللي هو السوق الكوري ده اللي هو التراديشنال، وجبت من هناك سبانخ. بصوا السبانخ عامله ازاي، شكلها كيوت قوي. فانا هعمل سبانخ مع البيض، هاخد اتنين كده بس، دول هعمل دي احط باقي الثلاجه. انا عايزه اقول لكم ان اللي انا عملته دلوقتي مع الاكل ده اللي بيحصل في مخي اغلبيه الوقت. يعني انا مخي بيقعد يبدل الافكار، لا طب ما احنا عندنا دي، طب ما نستغل ده، طب ما نعمل مش عارفه ايه. ده اللي بيحصل في مخي اغلبيه الوقت، ف ده يوم طبيعي بالنسبه لي جوه مخي. بغض النظر عن الهدوم اللي ورا دي، عشان الهدوم ديت انا هحطها في مكان مختلف عشان ما احطهاش في الدولاب مع الهدوم التانية. بس لسبب ما غير معروف انا قررت ان انا اقطع السبانخ بايدي، مش هستخدم سكينه، مش عارفه ليه. وانا دلوقتي بفكر تاني ان دي فكره غبيه. عشان السبانخ هتتحرق لحد ما اخلص كده. في الجزء ده السبانخ كلها هتنام دلوقتي، هتبقى مش اي حاجه خالص حرفيا. احط البيض هنا وبعد كده اقلبهم مع بعض. حط جبنة كمان. بس كده زي الفل. هاكله بقى من الطاسة عشان مش عايزة اوصل في مواعيني. لو بتتسألوا يعني انا ما عنديش عيش، فانا هضطر اكله كده. ممكن بعدها اكل الرز اللي انا وريته لكم ده. النهارده يوم مختلف مختلف، مش عارفه اخد فيه قرارات. انا قررت ان انا سايب شعري علشان ما صدعش، بس ربنا يستر وما يهش قوي. عشان انا مش عامله له ستايلينج، مش عامله له ستايلينج كيرلي، بس سايباه كده زي ما هو. ربنا يستر. هو ناقص على الباص، هيجي كمان 18 دقيقه حاجه كده، وانا المفروض امشي حوالي 16 دقيقه، فانا هنزل دلوقتي. ربنا يسهل والحق الباص، عشان انا اليومين اللي فاتوا دولت معرفش ليه بفوت الباصات كلها. بجد الشنطه طويله جدا. الجو حلو قوي بجد 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 بجد. بقاله كتير قوي بجد الجو مش حلو وساقعة قوي، بس دلوقتي ابتدى يدفى كده وفي شمس النهارده، ومحتاجه اقص اطراف شعري. يلا. مش شرط دايما الايام تمشي زي ما احنا عايزين، يعني ممكن يوم نغير فيه اللي احنا كنا عايزين نعمله كذا مره، مفيش مشكله. مش لازم دايما الخطط تمشي بالظبط زي ما احنا عايزينها، ولما الخطه تتغير مش شرط ان نشك ان ديت حاجه وحشه وان هي خلاص كده احنا مش هنقدر نوصل للهدف بتاعنا. لا، عادي جدا ممكن مع تغيير الخطة ديت نوصل لحاجة أحسن، أو لو مشينا من غير خطة ممكن نكتشف حاجات في الطريق عمرنا ما كنا هنكتشفها لو مشينا على الخطة بالظبط. بص المنظر، الكافيه اللي أنا رايحة هناك أهو. أنا بجد بجد بحب المكان ده علشان هو قريب قوي من مكان ما أنا ساكنة، فما بياخدش وقت طويل وبقدر أجي أشوف البحر. بس فبلاش نقسى على نفسنا لو مشيناش على الخطة وعملناش الحاجة اللي احنا مستنيينها من نفسنا، لأن عادي احنا بني آدمين وفي متغيرات كتير، ومش لازم النتيجة اللي احنا متخيلين ان هي دي الصح تبقى هي ديت فعلا. ممكن تكون النتيجة اللي احنا مستنيينها مش هي ديت أحسن حاجة لينا.
وفي المستقبل ممكن ندرك دوت ونقول لو رجعنا بالزمن هنرجع تاني ونعمل نفس الحاجة بنفس الغلطة، عشان دي هتوصلنا للنتيجة اللي احنا فيها دلوقتي، اللي احنا حبيناها واللي احنا مبسوطين بيها. حاجة كبيرة او حاجة صغيرة مفيش فرق، لكن مجرد الايمان بان احنا من خلال التجربة ديت ممكن نوصل لحاجة كويسة، دي احسن حاجة واهم حاجة، وهي ديت اللي ممكن توصلنا للنتيجة اللي احنا عايزينها. غريبة جات لي دلوقتي انه المية وهي موجودة كده مش خطر خالص، صح؟ يعني اقصد تقدروا تعوموا في المية، حاجة سلسة. لو بنفكر في المية بنفكر في حاجة خفيفة، بنفكر في حاجة سلسة لينة، صح؟ لكن بعد كده قعدت افكر، يا ترى احنا محتاجين كمية مية قد ايه علشان صخرة زي دي مثلا تتكسر؟ انتوا عارفين ان لو المية اترمت من مسافة عالية قوي بتبقى بتقل أحجار، صح؟ فتفتكروا هي محتاجة مية قد إيه علشان حجر زي دوت يتكسر ويبقى خطر على الناس اللي واقفين عليه؟ أنا كنت بفكر في حاجة زي كده، معرفش ليه يعني، بس ده اللي كنت بفكر فيه. بعد كده أدركت إن شوية مية صغيرين بس ممكن يموتوا بني آدم لو اترموا عليه من حتة عالية شوية. مش ميت علشان هو مخنوق، لا، مش ميت غرقان، لا، ميت ان هو علشان التقل اللي نزل عليه. وبكده فأدركت ان المية ديت زي حاجات كتير قوي في حياتنا، انه هي حاجة لو بصيتولها كده لينة خفيفة ملهاش اي لازمة. المية بتعدي ما بين صوابعنا، مستحيل افكر المية هتغرقني، بس عمري ما افكر ان المية ممكن تقع عليا تموتني مثلا. فهي زي اي حاجة في حياتنا، حاجات صغيرة كتير، بس لما حاجات صغيرة كتير قوي بتتراكم مع بعضها ممكن تموتني وبطريقة أنا مش متوقعها. لو فاهمين أنا قصدي إيه، الموضوع ديب قوي، أنا أسفة جدا. أنا أسفة بجد، بس ده اللي حصل في مخي، فقلت أقول لكم أنا مخي شغال إزاي. فأي حاجة بتتراكم في حياتنا ليها تقل، مهما كانت صغيرة. الحاجات الصغيرة قوي برضو بتتراكم وبيبقى ليها تقل، ممكن يموت بني آدم أو يعيش بني آدم، أو مش لازم بني آدم يعني، المهم إن هو ليه إفكت أقوى بكتير من ما إحنا متخيلين، وبطريقة كمان غير اللي احنا متخيلينها. احنا لسه عقلنا مبيقدرش يستوعب حاجة زي كده. في variants كتير قوي، في متغيرات كتير قوي علشان نقدر نحكم على الحاجة بس. المفروض ان انا جاية اذاكر بس انا واقفة قدام البحر. دي حياتي يعني بجد، دي قصة حياتي، مفيش أي حاجة بتتغير بجد والله. عندهم روف توب فهوريكم المنظر من فوق. هي الشمس، الغروب بتاع الشمس مش باين قوي علشان في غيوم.
لو فاكرين شكل المكان دوت الصبح تحسوا ان هو كان ليه جمال مختلف. فالجمال بتاع المكان ده الصبح غير الجمال بتاعه بالليل خالص. فكل واحد ليه وجهة نظر للجمال. يعني ممكن الحاجة اللي انا بقى شايفاها جميلة انتوا ما تشوفوهاش جميلة، لكن كل حاجة ليها جمال بطريقة مختلفة. فلازم نحترم وجهة نظر الاخر في ان هو شايف ايه اللي جميل وايه اللي مش جميل، علشان هو عينيه بتشوف الجمال بطريقة مختلفة. انا كنت عاملة خطة وكاتبة حاجات المفروض ان انا اخلصها، كنت تقريبا كاتبة 4 حاجات او حاجة زي كده المفروض اخلصهم النهاردة، خلصت 2 بس انا عارفة نفسي، فعشان كده انا دايما بحط خطة انا عارفة ان انا مش عارفة اخلصها، علشان على الاقل اعمل نصها، عشان احس ان انا لما احس ان انا مزنوقة بشتغل. بس انا كنت فعلا محتاجة اعمل 4 حاجات النهاردة كنت انا فعلا مزنوقة مش بمثل. الو الو، انا بما ان الساعة 12 دلوقتي فانا قررت ان انا هاكل الرز اللي انا وريته لكم ده وده كيمتشي كنت جايباه من السوق امبارح، فانا ما جربتوش قبل كده فهجربه اهو اساسا. هوريكم ثانية واحدة، اهو كيمتشي جاهز، بس فانا بقى هجرب اكله مع الرز دوت، وغالبا كده هنهي الليلة بتاعت النهاردة انا اهو هاي بس فيعني عشان لو ما عملتش حاجة تانية انا بودعكم بستودعكم وان شاء الله اقابلكم على خير في فلوج تاني. بس تمام، باي باي.